السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم الكورة على أصولها مع أحمد أمين. الحلقة النهاردة يعني زملكاوية من الأول للآخر، فروم اي تو زد، نصيحتين من القلب في غاية الأهمية والخطورة لجميع الزملكاوية المحترمين والعاشقين والمخلصين والمبتلين. والكلام ده بوجهه في المقام الأول للسادة الأدمنز والمديرين والمشرفين في الجروبس والبيجز، جميع الجروبس والبيجز الزملكاوية اللي هي المجموعات والصفحات الزملكاوية، وكلام خطير ويجب أن ينفذ بمنتهى الدقة كنصيحة مش كأمر خالص من وجهة نظري الشخصية المتواضعة. النصيحة الأولى، علشان خاطري بلاش أي نقد أو شتيمة أو سخرية أو استهزاء أو تريقة على أي لاعب في فريق الزمالك لكرة القدم من اللحظة دي حتى نهاية الموسم. صدقوني مش هيجيب أي نتيجة، إن لم ينفع هيضر، لا هيضر، مش لن يضر بقى، لا هيضر ضرر شديد وبالغ. أنت كالمستجير من الرمضاء بالنار، أنت ما عندكش حلول أساسا، ممنوع من القيد فترتين، ما جبتش لعيبة، لعيبة كتيرة مشيت سواء بيع نهائي أو سواء انتقال حر أو سواء إعارات، ما عرفتش تجيب ومشيت كتير كويس، وبعدين العقود انتهت والموسم لسه ما انتهاش، فكمان ناس تانية مشيت كمان زي أشرف بن شرقي، زي طارق حامد، زي محمد أبو جبل، يعني انت الدنيا عملت تقل معاك، فما عندكش، فخلاص اللي موجود على رأسنا من فوق، على دماغنا ورأسنا من فوق وجوه عنينا، مهما عمل ومهما حصل منه دون داعي ذكر اسماء، يا راجل لو جاب جون فيك في نفسه، لو تعمد معلش طبطب عليه وقول له معلش وقول له ان شاء الله الجاي افضل وانت كويس وانت عالمي وانت جامد وانت احنا كلنا وراك وكلنا في ظهرك وبنثق فيك وان شاء الله هتبقى احسن، يعني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، محدش عارف، ممكن يكون اللاعب ده هو سبب في تتويجك بالبطوله، احنا لسه عندنا الدوري ربنا يسهل، وعندك الكاس التاني كاس الموسم ده بقى برضو ربنا يسهل، مع مش هتعرف تجيب حد تاني لحد ما الموسم ده يخلص دوري وكاس، فانت ما عندكش غير الموجود، هي دي القماشة، هو ده اللي موجود، هو ده المتاح، فخليك وراه، جايز لاعب من دول يتسبب في احرازك بطولة من البطولتين او ان شاء الله البطولتين بهدف يسجله بهدف يمنعه، وبعدين يعني الموضوع قريب اهو، يعني الموضوع المثال واضح وصريح اهو، قريب جدا جدا، حمزة المسلوسي كان فين وبقى فين، محمد عواد كان فين وبقى فين، حسام عبد المجيد كان فين وبقى فين، عبد الله جمعة كان فين وبقى فين، سيف الدين الجزيري كان فين وبقى فين، فالصبر، الصبر والدعم والتأييد، خليك مع كل لاعب، ما تهدوش اكتر ما هو مهدود، اديله الامل، اديله جرعة الاكسجين، خليك في ظهره علشان خاطري، دي رقم واحد. يعني مش عايزين نشوف يا سادة محترمين، يا مشجعين، يا محترمين وأدمنز محترمين، مش عايزين نشوف أي نقد أو شتيمة أو تريقة أو سخرية أو استهزاء أو هدم، لا عايزين نشوف إذا إن لم تستطع التحفيز والتأييد اسكت بعد إذنك، دي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، علشان خاطري برضو، مش كل يوم لعيبة عمالة تيجي ولعيبة عمالة تمشي، اللعيبة اللي انت بتقول انها هتمشي دي برضو انت برضو خلاص بتموتها، لعيب انت متأكد ان هو هيمشي وهيتم الاستغناء عنه، هيلعب ليه وهيبقى عنده امل في ايه؟ فعلشان خاطري امسك لسانك، هتستفيد ايه يا اخي؟ ده لو بيدولكم فلوس على الاخبار الفيك دي، على فكرة الاخبار دي 99.9% منها فيك وكذب، ويا اخي لو متاكد بنسبه 100% مليون في الميه اسكت، حط لسانك في بقك اصبر، ده ايام يعني مش كتير، وبعد ما ينتهي الموسم باذن الله يا عم قول اللي انت عايز تقوله، واللعيب اللي انت عايز يا عم تروح تضربه يا عم روح اضربه، ما عنديش مشكله،
عايز تمشيه مشيه، العيب يلعب على الكلام اللي عمال تقوله، الهب اهبط براحتك، ده جاي وده ماشي. يا جدعان ده نبيل عماد دونجا ده ورمضان صبحي ومين تاني وعبد الله السعيد وغيرهم وغيرهم، جم الزمالك واحمد مرتضى منصور، احمد انا اسف احمد ايمن منصور، جم الزمالك يجي 300 مره يا راجل. فلو سمحت بعد اذنكم هتستفيد ايه يا اخي؟ انت بتدمر اللعيب اللي موجود لما يعرف ان هو ماشي، او لما يعرف ان حد جاي عليه برضه مش هيلعب. وفي صفقات ساعات على فكره، معظم الصفقات القويه جدا وال يعني اللي قرن او 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 بتفرقع، اللي دمرها وبوظها حضراتكم الميديا والسوشيال ميديا الزملكاويه، اللي انتم اللي بتفضحوا الصفقات قبل اي حد في الدنيا، في حين ان النادي المنافس بتبص تلاقي اللاعب في النادي. يعني امبارح هو تلاقينا البورتريكي وولتر هوج لاعب السله في النادي، ما قعدوش بقى يقولوا بتوعهم وانتظروا وترقبوا خبطه وضربه. فلو سمحتم بعد اذنكم، بعد اذنكم انت مش هتستفيد حاجه، لا هتزداد شهره ولا مجد، ولا هتاخد فلوس على الاخبار الفيك والكذب والتخريف ده. بالعكس، انت لو خبر صحيح او كويس او فيه لسه بداية نيجوشيشن او مفاوضات، دمرته وكشفته وفضحته ودخلت ناس تانيين عليك زايدوا عليك، يا خدوه منك يا هو اتملعن عليك وطلب ارقام كبيرة ما عرفش تدفعها له، داري على شميتك تقيل. يا اخوانا شوية من الخبز الحميد الكويس الكروي المحمود الكويس، شوية من الذكاء، شوية من الهدوء، مش هتستفيد حاجة. بالعكس انت هتضرنا وبتضرنا وهتضرنا، حرام عليكم الرحمة. فاللعيبة مش هتيجي وصفقاتها هتبوظ، واللي ممكن يتحسن مش هيتحسن لما يعرف ان هو ماشي او جاي عليه حد، مش مفيش فايدة، في ضرر بالغ. رجاء نصيحتين من القلب للزمالك والزملكاوية، واللهم قد بلغت اللهم فشل. اللي يعجبه الفيديو ويحس ان هو ذا قيمة، بعد اذن حضرتك من فضلك اعمل لايك وشير، بعد اذنك مهم جدا الشير، ناس كتيرة جدا بتعمل لايك من غير ما بتفرج على الفيديو. اخوانا اتفرجوا على الفيديو، ولو مهم اعمل له شير، اللي مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. وفي النهاية السلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.